اهلا وسهلا بيكم. احنا دلوقتي من داخل غرفه العمليات، بنعمل العمليه بتاعه الاستاذ سيد. الحمد لله زي ما انتم شايفين احنا بدانا اول خطوه، سلكنا الماده من الدهون المتصله بيها. الخطوه الثانيه احنا بدانا خلاص ان احنا نقوم بعمليه تصغير المعده باستخدام الدباسات اللي زي ما اتفقنا لازم تكون دباسات امريكيه بتكنولوجيا متطوره جدا. دلوقتي احنا اهو زي ما احنا شايفين جوه المنظار، احنا بدانا اهو نصغر المعده بالمنظر ده. خلاص بنفتح الدباسه دلوقتي ونشوف ازاي ان هي خلاص عزلت الماده لماده صغيره وماده كبيره. نبتدي ان احنا نمشي في بالطريق ده لحد ما نخلص نصغر الماده بطولها كله بالكامل لحد الاخر خالص. الخطوه اللي بعد كده ان احنا بعد ما بنخلص العمليه نبتدي ان احنا نقوم باختبار. الاختبار ده هدفه ايه؟ هدفه ان احنا نطمن ان الدباسه قفلت الماده كويس وان مفيش فيه اي مشاكل خالص او حاجه. محتاج غيار كمان. في كل مرحلة لازم بنفرد المعدة كويس عشان ما تبقاش المعدة مكرمشة على بعضها ويطلع شكل صف الدبابيس بتاعها شكله كويس والمعدة تبقى متصغرة مظبوط. نبتدي ان احنا نفرد المعدة بالمنظر ده كده اهو. تمام، زي ما احنا شايفين المعدة ضخمة وكبيرة جدا وفي كمية كبيرة قوي من الدهون موجودة. زي ما احنا شايفين كده اهو نبتدي ان احنا نصغر المادة بسلاسة. طبعا احنا بدأنا نعمل تعديلات في العملية بحيث ان احنا نقدر يعني نزود كمية الاكل والشرب بقدر الامكان وفي نفس الوقت نخس كويس قوي. فما بقيناش نعمل المادة ضيقة زي المفهوم السائد، لا احنا بنعملها بصورة محكمة وبتقنية متطورة بتعديلات جديدة على اساس ان احنا نقدر نوصل زي ما اتفقنا للمعادلة الصعبة ان انا اكل واشرب وفي نفس الوقت اخس كويس وما اجيش خنتني خالص ان شاء الله باذن الله. في محاوله مننا ان احنا نسيطر على الوزن اكتر، ده بيبقى ليه مشاكل انه بيخلي الشخص او المريض نفسه ما بيعرفش ياكل اكل صحي فبيقلب بياكل حلويات، فده بيخلي الموضوع مع الوقت ما يبقاش كويس ممكن يرجع تاني. الحاجه الثانيه ان انا محتاج ان انا اوصل الجسم سوائل كويسه، لان دايما المشكله اللي هي بتبقى احنا بعد العمليه ما بنشربش سوائل كويس، فده احنا بنحاربه تماما بالتقنيه الجديده دي ان احنا نقدر نصغر الماده بطولها كله بالكامل بس نسيب فيها اجزاء قد تكون حاجه اسمها فلوب يعني الى حد ما حجمها معقول عشان نقدر ان احنا يبقى الموضوع متزن معانا من ناحيه السوائل. ناخد دباسه كمان. ايوه زي ما احنا شايفين احنا في كل مرحلة بنعمر الدباسة بالدبوس اللي هو الازرق ده اللي هو بيطلع يقفل المعدة زي ما احنا شايفين بالمنظار. زي ما احنا شايفين الدباسة هي تدخل في كل مرحلة بيتصغر المعدة زي ما احنا شايفين. نبص من تحت، لازم بنطمن على اقدار المعدة الامامي والخلفي في كل مرحلة بندبس فيها. استخدام الدباسه برضو بيحتاج لاحكام كويس قوي، واستخدامنا للغيارات المتطوره زي الجي اس تي سيستم ده بيخلي نسبه الامان بتاعت العمليه عاليه جدا. نبدا مرحله اهو بندبس الماده وبنصغرها بالمنظر ده. الدباسه بتسهل علينا المأموريه دي جامد كده. خلاص خلصنا اهو. ناخد كمان دبوس ازرق. نرجع لورا. خلاص احنا بدأنا اهو نوصل لاخر المعدة. زي ما احنا شايفين عندنا يمين وشمال، معدة صغيرة ومعدة اكبر شوية. المعدة الصغيرة دي هي اللي هتفضل موجودة معانا اهو. كمان واحد. طبعا زي ما احنا شفنا احنا بيبقى فيه الوان للدبوس اللي بيركب على المعدة. الالوان دي بتخلينا نقدر نتحكم في السمك بتاع الدبوس بالظبط اللي انا هستخدمه. هنبص من تحت. تمام، زي ما احنا شايفين بصينا فوق وتحت المعده كويسه جدا. هنرجع تاني ان احنا نقفل الدباسه. هنحضر دبوس ازرق كمان. بنستنى برضو للحظات شويه ان احنا المعده تقفل المعده كويس، ابتدي انها تفضي السوائل اللي فيها، ابتدي ان احنا ندبسها جامد باحكام.
ازرق كمان زي ما احنا شايفين. بتقفل باحكام شديد، مفيش اي الحمد لله اي نسيول او نزيف او حاجة. زي ما انتم شايفين احنا بنشوف كل خطوة اهي بالكاميرا بتقنية هاي ديفينيشن او اتش دي، شايفين كل التفاصيل بتاعت المعدة. وريني قدام، شايفين الشعرات الدموية الصغيرة، نقدر ان احنا نتحكم في كل حاجة. زي ما احنا شايفين كده احنا خلاص اهو بناخد الغيار اللي هو الدبوس اللي قبل الاخير. لو احنا رجعنا المعدة كلها بطولها، وزي ما احنا شايفين المعدة طويلة جدا واسعة جدا، في اجزاء احنا متعمدين نسيبها واسعة شوية، وفي اجزاء متعمدين ان احنا نصغرها كويس. خلاص احنا دلوقتي بناخد اخر جزء. لو احنا بصينا هنا بالكاميرا شايفين الجزء ده، هنا باقي جزء صغير. الجزء ده من الاخطاء الشائعة برضو ان هو يتقص وما يتدبس، ده اللي ممكن يكون مش مقفول كويس، فلازم ناخد دبوس كامل. وهنا ده نقطة مهمة لا تقبل التوفير، لازم ناخد دبوس كامل عشان نطمن ان الجزء ده قفل كويس حتى لو هو صغير. بعد ما نخلص هنعمل بقى الاختبار اللي هو التسريب اللي يطمنا ان كل الدبابيس قافله كويس، ان احنا ما عندناش اي مشكله في اي حاجه خالص ان شاء الله. خلاص احنا كده فصلنا اهو، زي ما انتم شايفين المعده الكبيره لمعده صغيره اهي، دي اللي موجوده جوه اهو، ومعده كبيره هناك اهي. خلاص هنبتدي ان احنا نعمل اختبار. هنسحب البوجي يا دكتور، نرجع لورا شويه، نرجع نسحب البوجي. ايوه المعده اهي زي ما احنا شايفين معده صغيره. ايوه نسحب نسحب، تمام تمام ماشي. هنحقن بقى الصبغه لحظه واحده، زي ما احنا شايفين المعده هي تبتدي تملى قدامنا. نحقن كمان، نحقن كمان، زي ما احنا شايفين المعده هي نفخت قدامنا كلها داير ما يدور لحد الاخر، اطمنا ان الدبابيس كلها قافله كويس وان احنا مفيش مشكله. خلاص هنسحب الصبغه تاني، نبتدي ان احنا نشفط الصبغه دي عشان ما يبقاش فيها، ما تبقاش متحوشه جوه المعده. وهنبتدي خلاص ان احنا نطلع المعده الايه الجزء الضاج ده، هنطلعه ضاج خالص، بيفضل عندي جوه المعده الصغيره. بينا بناكل قليل وبنشبع بسرعه. طبعا بنحاول نحيلها عشان تطلع من فتحه المنظار الصغيره كده. خلاص اهو بنسحبها لبره. خلاص احنا كده خلصنا العمليه تماما، نبتدي ان احنا نسحب المعده نطلعها بره زي ما احنا شايفين اهو، زي ما احنا شايفين كده اهو، نسحبها نحيلها براحه خالص. تمام خلاص كده احنا طلعنا الجزء الضار من المعده. هننفخه دلوقتي عشان نوريكم حجمه كبير قد ايه، ممكن يشيل كميه اكل قد ايه. اوكي تمام خلاص احنا كده اطمنا العمليه بتاعتنا، خلصناها الحمد لله كله تمام. نشوف حجم المعده. خلاص احنا خلصنا كده العمليه، وزي ما انتم شايفين حجم المعده ازاي هو كبير، ازاي ان هي بتشيل كميه اكل كتيره. هو ده شكلها على بطني بالمنظر ده، ده الجزء اللي هو قبه المعده اللي بيفرز هرمون الجوع ويخلي عندي شراهه الاكل. مصورين المعده زي ما انتم شايفين من اولها لاخرها، اعرف ان ازاي ان المعده اللي طالعه دي معده كويسه. زي ما انتم شايفين صف الدبابيس اللي ماشي كله منتظم، مفيش فيه سبعات وتمانيات. دايما لو فيه سبعات وتمانيات ده بيخلي المعده اللي جوه عامله زي حرف الزيجزاج، وده بيبقى شكلها مش حلو. لكن احنا زي ما احنا شايفين الصف الدبابيس كله ماشي ميه واحده باسطمبه واحده، ده بيخليها هنا ده يدينا انطباع ان المعده مقفوله كويس جدا جدا جدا، والمعده الصغيره مقفوله. زي ما الجزء ده منفوخ وشايفين ان هو مش بيطلع الهواء اللي جواه، زي ما احنا المعده الصغيره اللي جوه مقفوله ومطمنين ان هي مش بتطلع اي حاجه، وعملنا اختبار اطمنا. الجزء ده حجمه ممكن يبقى 3 او 4 اضعاف الحجم اللي احنا شايفينه، لان ده زي البالونه ممكن احنا نفش الجزء ده يطلع من هنا او العكس. زي ما شايفين احنا مطلعينها بطول كبير قد ايه، الجزء ده صغير شويه ان لان احنا عايزينه قلنا نقدر ان احنا نشرب وناكل كويس. الجزء اللي بيفرز هرمون الجوع يخلي شراهه الاكل شايلينه كويس عشان ما يبقاش عندي شراهه الاكل، بحيث ان انا اقدر انجح ان انا ان شاء الله اخس وما ارجعش اتخن تاني خالص باذن الله. في نفس الوقت ما احرمش جسم من السوائل اللي هو محتاجها، في نفس الوقت اكل اكل صحي عشان ما الجاش للحاجات الحلويات اللي ممكن بعض الناس تستسهلها.
دي التعديلات الجديده اللي احنا دايما بنحاول نعملها وبنتابعها مع المرضى بتوعنا عشان نقدر ان شاء الله نوصل للعمليه المثاليه بتخليني اوصل واحقق اهدافي بكل دقه ونجاح بدون اي مشاكل او مضاعفات. طمنا على الاستاذ سيد، وحالا هركب جهاز البي سي اي اللي هو الجهاز اللي بيسكن الالم، واللي هو من خلاله يقدر يتحكم في نسبه البنج او المخدر اللي هو بياخده عشان ما يبقاش فيه اي احساس بالالم بعد العمليه، ونقدر ان احنا ان شاء الله نروحه في نفس اليوم باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوف مع بعض حالات تانية، ودايما نحاول نقدم لكم كل جديد باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا.